أحمد نافع، عضو الجمعية الصحراوية للتنمية المستدامة ودعم الاستثمار بجهة الداخلة وادي ذهب. تصريحات بان كي مون الأخيرة هي تصريحات غير مقبولة حقيقة، تصريحات تخرج المسؤول الأممي من إطاره الحيادي، تجعله طرف، وهذه مسألة غير مقبولة ومسألة تضرب في صميم مهمته وفي صميم عمله، هذا من جهة. كذلك أيضا أريد أن أوجه رسالة لإخواننا المحتجزين بمخيم ماتيندو، مفادها أننا ولله الحمد هنا نعيش في تطور تنموي أساسه ديمقراطية محلية، أساسه انتخابات حرة ونزيهة، أساسه أننا نختار ممثلين بطريقة شفافة بخلاف ما يقع داخل جبهة البوليزاريو. نحن نتحدث عن هيئة تدعي أنها تمثل الصحراويين من غير صفة شرعية، من غير عملية انتخابية متعارف عليها حسب الأعراف الدولية، من غير عملية شرعية حسب ما هو متعارف عليه بين شعوب العالم. كل ما هنالك أنها فكرة للأسف عشعشت في رؤوس البعض في يوم صيفي شديد الحرارة وفي ظل خيمة جنرال جزائري، وتم تصديرها للعالم على أنها قضية شعب ووطن، بينما هي لا تعدو كونها تهديد للسلامة الإقليمية لدولة عضو كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وتهديد تماسك شعب بأكمله، وتهديد حقوقه التاريخية، حقوقه في الجغرافيا الموحدة، حقوقه الاقتصادية، حقوقه الثقافية كشعب وحيد. نقول هنا بكل صراحة أن ما تدعيه جبهة البوليزاريو من تمثيلية وحيدة للصحراويين كلام لا قيمة له من الناحية السياسية وغير معترف به، وهذا الزعم كما أسلفت لا تؤيده أي عملية شرعية حسب ما هو متعارف عليه دوليا. نحن هنا نعيش في تطور اقتصادي، تطور تنموي، نعيش في تفاعل سياسي، في أحزاب، في برلمان، في مجالس محلية منتخبة على كافة المستويات. بالتالي أعتقد أنه ليس هناك أي مجال للمقارنة ما بين الوضعية في الأقاليم الجنوبية والوضعية في مخيمات تندوف، وبالتالي نحن ندعو إخواننا في هذه المخيمات إلى ضرورة الالتحاق، رغم أن هناك الآلاف منهم يتطلعون إلى الالتحاق بهذا الوطن. والدليل على ذلك هو أن بان كي مون حقيقة في زيارته الأخيرة تم قمع الكثيرين حتى لا يصلون إليه ليقولون كلامهم، وهو أيضا مع كامل الأسف لم يكلف نفسه عناء أن ينصت إليهم أو أن يسأل على الأقل لماذا هذه التدافعات التي حدثت في ما يسمى بمخيم السمارة، الذين كانوا يهدفون إلى الوصول إليه ليوصلون لهم أصواتهم بكل حرية وبكل وضوح، إلا أنه مع كامل الأسف تفادى ذلك وتغير موقفه من مخيمات تندوف، تغير موقفه مباشرة في العاصمة الجزائر حيث تموقف وأصبح لي طرفا، وبالتالي تقريره القادم لا قيمة له. شكرا.